لتسليط الضوء أكثر على تنامي نفوذ ميليشيا حزب الله اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، ينضم إلينا الدكتور عبد السلام الطائي، أستاذ علم الاجتماع عبر الهاتف من ستوكهولم. مرحبا بك دكتور عبد السلام الطائي. في تقرير مطول طبعا لموقع War on the Rock الأمريكي، وصف ميليشيا حزب الله في العراق بالميليشيا الأكثر حظوة لدى إيران. دكتور، ما هي المؤهلات التي أوصلتها لهذه المكانة برأيك؟ نعم، حياكم الله وحيا الله جمهور الرافدين الكريم. لو سمحت قبل الإجابة بإلقاء نظرة تقويمية تنظيمية سريعة لما ورد بالتقرير الذي سمعته من قناتكم الكريمة، أن الهيكل التنظيمي لحزب الله يجده مقارب في سريته ومسمياته للحركة الماسونية، مثل مسميات المعلم والفيدق السري وخلية الظل والجسم. الولائيون يسيطرون على 68 منصبا قياديا واستشاريا من بين 69 منصبا في الحشد. وذلك أو تلك البيانات هي ما جاءت في تقرير المغدور هشام الهاشمي يرحمه الله. منها 44 فصيل تقليدها الفقهي لخامنئي، وفقط 17 منها يقلدون السيستاني، وليس كما جاء في التقرير War on the Rock. الحشد وحزب الله من ضمنهم أسست بفتوى وبأمر ديواني رقم 237-238-331، ولا يلغى الحشد وحزب الله إلا بأمر ديواني من الكاظمي. رالف بيترز المحلل العسكري بمجله القوات المسلحه الامريكيه دعا في كتابه الموسوم حدود الدم تحويل الدول العربيه من دول الى شركات نفطيه ومن جيوش الى ميليشيات لتكون كلب حراسه وبندقيه الصيد، وهذا ما حصل في العراق واليمن وسوريا ولبنان بعد ان سلمت امريكا العراق للأحزاب التي تأسست بإيران. حزب الله اليوم يهدد القائد العام والجيش والسفارات، فالميليشيات الولائية واستراتيجية حدود الدم للأمريكي رال بيترز هما مجرد اسمان مختلفان لهدف واحد. أما عن حظوة وسطوة حزب الله فهي تأتي من خلال سيطرته على 80% من المراكز القيادية، ومن خلال سيطرته على موارد وأمن المطارات والمعابر الحدودية والموانئ لتهريب النفط والمخدرات، من خلال تشكيلات الفيدق السري لفصائل منتخبة من لبنان والعراق، من قوته العددية التي تبلغ 110 ألف قاتل وليس مقاتل، فهو يسيطر على مديرية الصواريخ كما جاء في تقريركم، ومن خلال اعتماده على خلية الظل لمراقبة السفارات. أيضا جاء في التقرير دكتور أن أنشطة كتائب ميليشيا حزب الله لا تقتصر على العمليات العسكرية والأمنية، إذ تدير منافذ إعلامية ولديها مراكز ثقافية أيضا وبحثية، بالإضافة إلى ما تفضلتم به دكتور، ما هو المستهدف من هذه التركيبة المؤسساتية التي بناها قاسم سليماني ميليشيا حزب الله؟ نعم، هو ليس لديه فقط ما ذكرتموه، وإنما لديه أيضا قنوات فضائية، لديه مذياع، لديه صحف، وكالات أنباء، لديه مصارف. المستهدف شعب العراق ودول الجوار مثل المملكة العربية السعودية التي تعرضت لضرب بالصواريخ. المستهدف هو المناهج الدراسية في العراق لتشويه التاريخ العربي الإسلامي. المستهدف هو استساس العقول الوطنية العراقية ليحل محلها المستوطنون. المستهدف هو التراث العراقي البشري والعمراني لحضارات العراق. كما هو معروف دكتور عبد السلام، هناك عقوبات أمريكية على إيران، وإيران بطبيعة الحال مثقلة اقتصاديا. البعض يتساءل يقول إلى أي مدى سيكون ربما حزب الله الميليشيا البديل الوحيد عن الميليشيات الكثيرة التي باتت ربما ترهق الاقتصاد الإيراني. بشأن إرهاق الاقتصاد الإيراني، أرى عكس ذلك.
لأن حزب الله هو عبارة عن شرطة نجدة في الوقت الحاضر لإنقاذ الاقتصاد الإيراني من خلال سرقات النفط المهرب ومزادات العملة، وأيضا من خلال سيطرته على البنك المركزي وعلى الأمن الاقتصادي للموانئ والمعابر الحدودية والتجاري بالدم والبدن للأعباء البشرية عبر الحدود العراقية السورية المؤدية إلى حلب والقلمون تجاه بيروت ومزارع حزب الله للمخدرات هناك. هل هذا يعني أن إيران لن تتخلى عن بقية الميليشيات؟ رد فعلهم الحقيقة وتخلي إيران ليست هذه المرة الأولى هي التي تتخلى عن الميليشيات أو عن العمليات التي قامت بها، فهنالك الحقيقة شواهد كثيرة يعني كرد فعل عن تخلي إيران أو عن قدرات وإمكانيات الميليشيات وحتى تشكيلات الجيش، جيش المحاصصة. نتذكر جيدا في الموصل الهزيمة التي أبهرت العالم من قبل جيش قوامه بالآلاف يمتلك أسلحة برية وجوية استطاع أن يهرب أمام مئات من الدواعش. إيران بإمكانها أن تتخلى بأي وقت مثلما استنكرت عملية ضرب السفارة الأمريكية وقتلها للمغدور هشام الهاشمي. فحال الميليشيات بعد تخلي إيران عنها هم مجرد أو عبارة عن مرتزقة وتجار مخدرات وقتلة يذهبون لمن يدفع أكثر. لدينا يعني معطيات خلال هذه المرحلة، ولكن في المستقبل يعني ما الخطورة التي تمثلها ميليشيا حزب الله بتركيبتها هذه وبما أشرتم إليه، يعني أذرعها السياسية العسكرية الاقتصادية الإعلامية؟ تكمن خطورة حزب الله على تدمير الاقتصاد ونهب ثروات العراق النفطية والتراثية كالآثار، اختيار الكوادر العلمية والعسكرية والطبية والهندسية والرياضية منهم الشهيد أحمد راضي وغيره من الشهداء، تدمير المدن والجامعات والمتاحف المستشفيات مثل ما حصل، ونتذكر جيدا نتذكر المواطن العراقي ما حصل عام 91 عندما قدم الغوغاء من إيران وما حصل عام 2003، وكذلك محاولات الاعتداء على الدول الجوار لخلق المشاكل الطائفية والفتن بين دول الجوار. ويتوقع ولا يستبعد أبدا أن يقوم حزب الله وتقوم إيران أيضا بالانتقام في الوقت الحاضر من المدن الشيعية السائرة، لكن على إيران وعلى الميليشيات أن تعلم أن شعب العراق عام 2020 غير شعب العراق عام 2003، فهو الآن جيل ثورة تشرين الذين حيروا التاريخ وستحير العمائم الكاتمة للعقل الإيراني بالعراقي وخارجه بإذن الله. من ستوكهولم شكرا لك دكتور عبد السلام الطاهي أستاذ علم الاجتماع.